بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي المشاهدين، كما وعدناكم في لقائنا المتجدد هذه الليلة، نلتقي مع أحد رواد العمل الخيري في مسعد، وأحد السباقين العمل الخيري، الأخ قرود قديس، هذا الشاب الذي الكل يعرفه في العمل الخيري. وما أدراك من العمل الخيري؟ بداية، كيف هي الأحوال أخ قرود؟ أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه قولي. مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في بيتي المتواضع، بيت الحاج العلاء رحمة الله عليه. قرود العلاء كان قصاب بكري بين قوسين زجار. ادعوا له في هذه الليلة المباركة، ادعوا له بالرحمة الوالد تاعي، وربي يرحم ويرحم أمة محمد أجمعين. يحضر معنا هذا اللقاء الأخ منشد مسعد، أو بلبل مسعد كما سموه، الأخ فرحات، الأخ نش الزرويل. مرحبا بك أخينا فرحات. أهلا وسهلا، تحية طيبة ملوها الفرح إن شاء الله، ونحن في بيت الحاج قرود قديس، أو يعني الوالد العلاء، الرجل الشهم الله يرحمه، الرجل الطيب، الرجل الكريم. كما راه كان يحكي لك عليه، كنا يعني يا شيخ بلال كنا نروحوا له المحل نتاعو، وديما يعطينا سهمنا نتاع اللحم، يجعلها له ان شاء الله صدقه جاريه ان شاء الله. ان شاء الله. ورانا مع ابنه ان شاء الله، يا ربي يحفظه ان شاء الله، الابن الخير، الابن الطيب، الابن الكريم، الابن الذي معناها العمل نتاعو راه هو اللي راه ينوب عليه. ان شاء الله يكون لقاء وامسيه طيبه مع هذا الشهم، هذا الرجل الطيب قرود، ان شاء الله ربي يحفظه ان شاء الله. شكرا لك. إذن أعود إليك الأخ قرود. ممكن قديس، دائما الكثير لا يعرف أمور عن قرود قديس. من هو قرود قديس؟ قرود قديس الاسم الحقيقي قرود المسعود، من مواليد 1992، 24 أكتوبر، مدينة مسعد، حي قبر صاحبي، زدت في قبر صاحبي، راكيني مش عارفة. معظم حياتي عقبتها في حي وسط مدينة، حي جامع الراس. شاب من وليدات مسعد الإيجابيين، شاب من وليدات مسعد اللي كان يوم من الأيام إيجابي في ذي البلاد، وهذا البلاد نخدموها بلي كثر ما خدم. عندما نتكلم عن الطفل، أعود بك إلى الطفولة، ممكن نعرف في طفولتك أنت كنت طفلا مشاغبا أم هادئا؟ صراحة كنت مشاغب. الملامح نتاعك تقول بلي كنت طفلا مشاغبا شوي. كلمة صح نقولها والله نقول. عبد الحفيظ بشيري، الله الله، احلى واحسن واعز رجل من رجالتي مسعد، اخونا قرود ربي يحفظه ان شاء الله ويبارك فيه. بالنسبه عندما نتكلم عن، هل قرات في الجامع؟ قريت في الجامع. اوكي. جاي الشيخ نجيمي عمر، نجيمي عمر حفظه الله وأطال في عمره، قرأت في جامعة تابزة. تابزة كان ديما الفلقة تاعو ديما يديرنا فيه، ربي دائما تدي في الفلقة. ديما الفلقة لقلة الحفظ أم لأنك مشاغب؟ مشاغب. ونتفكر واحد الخطرة، أنا وأخي الكبير ويدر ربي يعوضه إن شاء الله، يرى في مثابة الأب تاعي، رقدت في حجره، خويا كبير رقدت في حجره، ونشفى لك اليوم الصيف صيف، وجرته شافني وما قدرش ينوضني كاع، جاني بسالتي، خبرني وشد لي راسي ونوضني، قال لي يا ودي كي نتفكر هذيك، كي نتفكر نقول ربي يبارك فيه وربي يطول في عمره. شوف المعاملة. من هم زملائك في الطفولة؟ أوه سؤال ظلي مر عليه، وقيل ظلي تيلي فيهم ظلي 5 سنين 6. عندي حمدي بن عطية، عندي محمد بن بلخير بن سي عمارة رحمة الله عليه، الإمام الفاضل والعالم من علماء مسعد، عندي عبد اللطيف عبد السلام، عندي عبد الحفيظ بن سعود راه في الجلفة، عندي ياسر، هذول الأصدقاء المقربين. نعود إلى بعض التعليقات فقط. عبد الحفيظ بشيري، الله الله، أحلى وأحسن وأعز رجل من رجالة مسعد، أخونا قرود قديس وليد خديجة والسي فرحات الزروي، ربي يحفظهم من البلاء والبلاوات. آمين.
وذان عبد القادر السلام عليكم الأخ قرود غني عن التعريف وربي يحفظه إن شاء الله. والسلام موصول للصديق الشهر والفرحات وللجميع الجميع وللمجمع الطيب إن شاء الله. نور الدين بن يحيى السلام عليكم شيخ بلال أنت والصديق قرود قديس. أنا نقول لك كان مشاغب كبير. هذا بن يحيى نور الدين قال كان مشاغب كبير. هل هو من 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 سنك أو لديه معلومات عنك؟ نور الدين بن يحيى. يا إما من سنك يا إما تعود كيلوتين. يشرب معي في القهوة وكان سديق. ربي يعوضه. كذلك نحن نكن له كل احترام وتقدير الأخ بن يحيى نور الدين ربي يعوضه إن شاء الله. رضا إبراهيم الله يبارك ربي يحفظك إن شاء الله. العقيد حرز الله أقسم بالله نموت عليه والله غير دار لي حوايج ما دارهاش خويا ليا والله يجعلني رجع له خيره. الآن عندما أنت قلت لي ولدت في قبر صاحبي ترعرعتوا في وسط مدينة في وسط رأس. مدينة عندما نقولوا الجمع المسجد العتيق. إذن ياسين طيب محمد عبد الرحمن سلامي قديس الله يكثر من أمثاله. آمين يا رب. ياسين سلم لي على قديم والشيخ فرحات سيبيلان. دريس من حد السعاري السلام عليكم مساء الخير عليكم. عبد الفتاح معمري حبيبي الغالي ربي يهنيه ويفرحه ان شاء الله. مولاد عبد الخير فتاح ربي يبارك فيه ان شاء الله. حميد جلال حبشي سؤال الأخ قرود واش هو طموحك؟ السؤال هذا نجاوبك عليه اخي وسلمني على ناس الخير قبل ربي يبارك فيه ان شاء الله. امين. ما هو طموحي؟ عندي طموح واحد وما هوش صعيب وان شاء الله نحقه. شتي ندي مالحج هذه ندوالي ان شاء الله. هذه امنية كنت عند عمري ياسر ان شاء الله. عمرة او حجة ان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله. تحياتنا للاخ حبشي بفيض البطمة. احمد بن سعيد سلم لي على السي قرود. يسلم عليك احمد بن سعيد مرحبا بيه ربي يبارك فيه. جنيدي منير السلام عليكم بلغ سلامي للشيخ فرحات الزروي ربي يحفظك يا شيخ بلال وقول القديس تهلا في الحاجة خديجه. اي ذراعي لي من هذا منير ربي يبارك ربي يبارك فيه ان شاء الله. الاخ بن جد وبقوقة سلامي الحار حفظكم الله ورعاكم جميعا مجمع رياضي خيري انشادي. سفير مسعد في كرة القدم مشرفنا ومحمرنا وجوه ربي يحفظه ان شاء الله. مفتاح النعمي الرجل الزين ربي يحفظه ان شاء الله. محمد العلا قرود قل لفرحات قال لك دقمان عيطني نجيك. خويا راه خويا اي خويا دقمان. قويد القرود اسامه طارق موسى احمد السلام عليكم شيخ بلال والبلبل فرحات خليفه الشيخ عبد الهادي القصاد رحمة الله عليه. أمير فادي فؤاد سؤال من الشاب أو الرجل المثالي عندك في مدينة مصر بكل روح رياضية وطنية. من؟ نعود السؤال. ايه؟ هذا أمير فادي فؤاد سؤال من الشاب أو الرجل المثالي عندك في مدينة مصر بكل روح رياضية وطنية. ما نقدرش نقول لك خطرش مساعد من بعد الرجال خطرش ياسر ياس اللي راني نخسر فيهم قدوة ياس اللي راني نقتدي بهم ونمشي على الطريق نتاعهم. سؤال صعب جدا ولكن نعاودها لك مسعد تبقى منبع للرجال صح. سبتي محمد سلامي الحار على الجميع وقرود راه حبة قليلة ربي يحفظه إن شاء الله. آمين. ربي يعزك سبتي خويا بارك الله فيك حبيبي ومن أعز الأصدقاء. مختار بن زرقين من شباب مسعد الخيرين. محمد مسعد عرفتوش حاج احمد بوعكار السلام عليكم. انسان خلوق وصاحب مواقف واعماله خيريه من ابناء مسعد العميقه جزاه الله خيرا والسلام. اعطيني نقدم له واحد الرساله. تفضل استاذي. راك تشاهد فيا وحبيت نقدم لك رساله. الله يحفظك وربي يحفظ قدماء لاعبي امان مسعد. ما تخلوش امان مسعد تنتظر تاريخ تاعها راه مشرف. ربي يبارك فيكم من هذا المنبر
رانا نعاونكم ونوقفوا معكم بقدر المستطاع. ماذا بكم هذا السنة وقفونا وقفة زينة ونعاونكم كاع حنا وليدات مسعد، وما تخلوش فريق المدينة يذهب في مهب الريح. وان شاء الله رسالتي راها وصلتك انت وجميع قدماء اللاعبين وجميع وليدات مسعد ان شاء الله. كل يد واحدة من اجل الفريق. كمال كمال، السلام عليكم، ربي يحفظكم، تحياتنا من سلمانة. اوه سلمانة، ربي يبارك فيها. احمد لهزيل، زعيم، ربي يكثر من امثالك. ابراهيم حمدي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ربي يبارك فيكم ويحفظك. امين. نور الدين بن يحيى، ان شاء الله ربي يقدرك ودير لها حجه باذن الله تعالى. امين يا رب العالمين، ربي يبارك فيك، دعونا كاع ان شاء الله ربي. عبد الامين حبيبكم، الله يبارك، نسمع عليه كل خير مع اني ما تلاقيتش به. سلام عليك اخي قرود ولبلال. لكامل شرف يوم من الايام ان شاء الله نعود اصدقاء، معرفه رجال كنوز وداري مفتوح عليك، اهلا وسهلا في اي وقت ان شاء الله. علي ريكاردو، الله يبارك فيه ريكاردو. وفي المجمع الكريم، احلى واجمل شخصيه في مسعد، بارك الله في الشباب، وتحيه لك سي بلال. شعور متبادل خويا، ربي يبارك فيه. واش راك قويدر قرود، واش راك يا سي بلال؟ الحمد لله على كل حال اخ قويدر، ربي يعاونك. قويدر قرود وقيل اخويا، خويا كبير اللي في الجلفه، اللي اي اللي راه موضوع محمد، ربي يبارك فيه، ثاني نقدم ذنبي. خويا قويدر، ربي يبارك فيك، خويا كبير، فخور كون خويا، الله يحفظك ويكبر بيك. بعد ما مات الشيخ كبرنا وقف معنا وكلش، ونفتخر به. الله يحفظه ان شاء الله. رفع راسي، ربي يرفع له راسه ان شاء الله، وربي امين يحمر له وجهه ان شاء الله. امين. محمد نويجم، السلام عليكم الشيخ بلال، وتحيه خاصه لسيقرود الناشط وحبيب الزوالي. الله يهنيك حبيبي، بارك الله. عيسى بن الشريك، ربي يبارك في مجمعكم الزين. عيسى الزين، ربي يحفظه ان شاء الله. امين. بن احمد حقو، هذا الرجل قرود ما نعرفه ما يعرفني بالصح، لو كان ترشح ننتخب عليه، لو كان ترشح ننتخب عليه، راجل زين من الحوايج القلال الملاح في مسح. مادام تكلم هذا الاخ معنا على المباشر على قضية ترشح، لماذا لم تترشح؟ هذه راه سؤال، راه نظن باللي وليدات مسعد حابين يعرفوا على ما ترشحتش. أول حاجة كرسيها منشوك، المسؤولية اللي يحوس يكون مسؤول، مش شرط أنه ترشح، لازم تكون إيجابي في بلادك، قادر من المنبر اللي راك فيه قادر تقدم وتكون إيجابي وتغير تغيير. الحمد لله احنا في مده 5 سنين قدرنا نديرو بصمه بتوفيق من الله عز وجل وبتوفيق من المحسنين، قدرنا نكونوا اداه خير في هذه البلاد. الحمد لله يا ربي، هذه نعمه من عند الله، اللهم لك الحمد يا ربي، انك تكون واسطه خير وتكون قدوه للشبيبه اللي كنت ما نعرفهمش. تقريبا كان زوق لكم زوقه، هاي فايت 100 شاب يعيطوا لي يقولوا لي قديس الا كانت مبادره والله حاجه، رانا وراك ورانا معاك وحسب علينا في كلش، اللهم لك الحمد، حمدا كثيرا مباركه. واش نقول لك؟ اما الله يعزك ان شاء الله. اما في حكايه الانتخاب ما نقولكش ما عنديش طموح، ولكن في الوقت الراهن مازلت صغير، ومازلت امور مانيش عارفها، ومازال الدنيا لحن. ممكن وانت في المجلس الشعبي البلدي تضيف اضافه او تقوم باعمال مضافه الى ما كنت تقوم به افضل وانت بدون مجلس شعبي بلدي. في حقيقه الامر هي حاجه زينه انك تكون مسؤول وتكون عندك خبره في هذا الدومان، حاجه زينه، ولكن مازال وقت لاني قلت لكم راني لسه جديد، وراني وليتكم مازالت الدنيا للحي، ورانا نشوفوا ان شاء الله في المستقبل، رانا ان شاء الله فيها خير كبير. حسين، اما غويني ولا غزال، واحده منهم، جي اش يا غويني يا غزال. السلام عليكم، قديم الرجل الزين، بارك الله فيك وربي يحفظك ان شاء الله. ربي يبارك فيك خويا، الله يحفظك. مختار دحمان من القاهره، الله يبارك ما شاء الله الاعمال الخيريه التي يقوم بها، تشهد له وندعو له ان يوفقه ويبارك في صحته واهله وان يثبته. الله يبارك، ناس القاهره العلم. محمد اظن انه محمد قليل. أيه. تحياتنا، قل له الزواج خرج عليك، ربي يهنيه كاع. نوصي كاع الشبيبه، اذهبوا الى
إلى البيوت فإن فيها نساء عفيفات الحلال زين ماذا بيان ده لهم ربي إن شاء الله يصلحنا من أحوال كما قلت اللي قادر وقادر يتزوج ويتكل على ربي الحلال يسموه حلال كلمة الحلال اشتسوا راه عدى واحد البناء خاصة قاع وربي يصلح إن شاء الله. أرسل لك الحاج أحمد بوعكار باقة ورد حمراء الله يحفظه إن شاء الله الحاج ربي يبارك فيه كثر خيره. راك تا من الناس اللي قلت لك قدوة انت راني نقتدي بك استاذ ربي يبارك فيك إن شاء الله. موسى أحمد الشيخ بلال قرود ولد صالح يدعو لوالده إن شاء الله وأينما وجد الخير فستجد الشيخ بلال والشيخ فرحات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لموسى أحمد. نكمل غرود عندما نتكلم عن مسعد أنت كنت طفلا وأنت اليوم شابا نافعا الله يبارك كيف ترى مسعد ماضيا وتراها اليوم؟ أنا ديما شعار تاعي التفاؤل مهما شفت المشاكل مهما سكرت مهما عارف باللي ربي حنين كريم قادر كن فيكون بين عشية وضحاها يبدل الحال بحال كما قال شيخ فرحات. أحمد فعله للخير أفضل من منصب رئيس بلدي. نقطة بارك الله فيها هذه دي كنت حاب نوصلها لك باش يجيب لي واحد يدعي لي ربي معاق ولا أرملة ولا معوز ولا واحد مريض ولا كي تعاون وتوقف معاه وبليك أصلي خير الملائكة تبى تسبح لي في ربي تدعيني هو يبى تدعي لي ربي يرضى عليا. وأنا قلت واحد الوقت قلت لهم أعمالي كاملة أني نوجهها لبوي في قبل كاش حاجة درتها تاع خير والله حاجة راني راها ليه أنا راني قاعدات إن شاء الله تلحقوا وإن شاء الله تعود مقبولة وادعوا له ربي للرحمة والمغفرة. صلاح الدين مختار وفقكم الله نزهتكم لا يطعن فيها أحد. حميد جلال حبشي إن شاء الله تتحقق طموحك للوالدة الشاب قرود شخصية قوية وإضافة كبيرة لمدينة مصر إن شاء الله دعموه وأنا أرى فيه خير كبير. تحياتي للجميع ولك أستاذ بلال حفظك الله يبارك فيك حميد حبشي. عامر غويني انتاع البهزات وساعة وانتقاد بناء يتنوى منه ويبلوكي عامر غويني أحمد عامر غويني هنا الإمام فضلة واحدة أخرى. مرحبا بك صديقي. والله ما نشتي أن نبدأ نرد على الناس ونبدأ ندخلوا في أمور كان واحد النقد من نقد كانوا نقد بناء متأكد باللي من بلوكيش كانوا نقد وباين باللي يستهدف شخصيتي ما كسرش راسي ندخل بلوكي أنا نبدأ نعايف فيه وعايف فيه كل واحد حر في حياته كل واحد حر في أموره وصلت نبي وما زين كان لي كان متزينة وخلى بلاصو زين. حمزة شروق قالك سلم لي عليه وقولوا له عقوبة الذرية الصالحة إن شاء الله ربي يبارك فيه حمزة وناس الجسر ربي يبارك فيه الجيزي مراد ربي يبارك فيه الرجل الطيب الصادق أحسن ممثل لسكان مسعد الجيزي صديقي من علبل ربي يبارك فيه إن شاء الله وراه من حماة الوطن بارك الله فيه ربي ينصركم إن شاء الله ويقويكم. سلمني على ناس علبل وبارك الله فيكم تحية خاصة لك. يو بي سلم لي على الفحل. عيساوي بلال قرود من هذا الزمان قلتها لهم باللي إنسان قادر على المسؤولية ويتحملها ويخاف ربي يحفظك يا أخويا ويجعلك قدوة لهذه الشبيبة لشبيبة مسعد ربي يبارك فيها. عيساوي بلال مازال ما حكمتوش بصح ربي يهزك يا بلال ويعني مقامك عرفته عيساوي بلال خلاص هو ثاني راه من حومة الوطن صح من حومة الوطن وليدات مسعد اللي راه متغربين اللي راه في الجيش ربي يبارك فيه وربي يوفقه ويعاونه والله يحفظنا بلادنا ويحفظنا رئيسنا ثاني امين يا رب العالمين وبارك الله فيك. اصدار عبد الرحمن انصحك خليك في العمل الخيري البلديه غير تخسر قدرك في حقات الامر راني ماشي كما قلت اللي قلتها راني ماشي بها ولكن عندي نقطه حاب نقولها حاب تفهموها يا خاوتي وحبابي انا مانيش مترشح ولكن 9 قوائم وليدات البلاد 9 قوائم نزيها وكاع زينين ونهار الصندوق اللي راح الناس قايمه وحده
من كان جا في قرضي نز تسعة ونتخير منه بيبات بصح الله قال راني نروح نز قائمة واحدة ونساندها ومن حقي نساندها كشاب حاب يقرر مصير بلده. وليس هناك أحسن وأفضل من الصلاح، أن يكون الإنسان صالح خير ما يعود بارك الله فيك يتلون مع المسلمين وديما نشتي نعيش منافق. أنا يا كشاب قصدوني ياسر مترشحين وقال لي مشي معنا واللي يجيني نقولها له نقول له يا ودي راني مع القائمة الفلانية حتى يا والله غنكبر بيك ونقول تعود ماكش حاضر نقول عليك هضرة زين بصح اسمح لي راني مع القائمة الفلانية والحمد لله يا ربي ما تساومناش ما بعناش نيفنا ما بعناش الضمير تاعنا حي راني نهضر وراسي مرفوع وراه قليل ما يهضر في لايف وراسه مرفوع انا نهضر وراسي مرفوع ونتحدى اي مسؤول والله اي واحد اعطاني حاجه تساومت بيا وقال لي يمشي معايا والله صافي وافي كزقبه من العجين ولله الحمد والشكر العفاف والكفاف. بالرابح حمزه قديم من خيره شباب مدينتي بل أخيرهم الرجل الأول في نظري، ربي يرحم الوالد إن شاء الله وسائر موتى المسلمين. نحكي كما لا حمزة، حمزة بالرابح السنترال تاع بلال، خمسة تاع فريق أمان مسعد. ربي شافيه راه أصيب عندنا وراه إن شاء الله في تحسن ملحوظ. رجل إن شاء طيب الله. رجل طيب وشاب طيب. والله كي تريح معاه وتحكي معاه قاين يحلق وجع القلب. والله قيدل الله يوفقك والله يقد لك الراية حمزة. فيما في الامر اللي راك مقبل عليه ان شاء الله وراني مع خويي اليوم وقدو. يوفي قال لك قول له العروسي راه متوحش. او العروسي داري مرة عليه العروسي حبيبي هذا قلت شبيبي الله يبارك حبابي ولقيته في جميع المواقف الله يدومها بيناتنا والله يحفظنا بلادنا وبارك الله في الجميع. الجنيدي السالك من الجلفة ناشط جمعوي يستاهل كل الخير بالتوفيق ان شاء الله. ربي يبارك فيك خويا جنيدي وشهاده نعتز به بارك الله فيك. النمس بوند راني متوحشك والخميس نتلاقاو في نفس المكان وبنفس التوقيت. مالا الخميس جاي نجيب لك معايا الحاج بلال نوريك شنو يبان انا نشتي صراحه. الخميس الجاي عندنا اكيد خارجين للبر للصحراء وراك تعرف انا هو وهشام نجمه وجماعه الله يبارك ما شاء الله الله يبقى من اعز الاصدقاء هذيك اللمة واحد اللمة الله يبارك الله يدوم بيناتنا ان شاء الله ربي يحفظ ان شاء الله. صدام بن ناجي سلامي استاذ بلال تحياتي للقائد ولد خديجه. الله يحفظك يا صدام الف مبروك الف مبروك العقوبه الذريه الصالحه الله يقد لك الراي الله يحفظها لك ان شاء الله ويحفظ لك للعائله الكريمه العائله الطيبه بارك الله فيك. راه متخطي ما عرفتش ومن خلال قالك فرحات راك متخطي راك ما عرفتنيش بصح راها كلمه تاع جمال هذه باينه تاع جمال. حنا نقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ورزقكم الذريه الصالحه ان شاء الله. امين. علي زرقين قديم قرود صديقي واخي ربي يبارك فيه ان شاء الله من راقب الناس ما تهمن. أنا فاهم زين ربي يبارك فيه لي علي من الأصدقاء اللي كنت تعود مسكرة يجيني يوقف معايا ويحس بيا والله حتى اللي كنت تعود مقلق أنا ومش مبين يعرف يقول لي يا قديس وش كاين راني عاز بيك راني كذا ديما كان معايا في واحد المواقف ربي يكثر خيره وقدم الأرض لسك ربي يجازيه خير وراه مترشح في قائمة علي خوي ربي يوفقك ربي يوفق قائمة نتاعك ويوفق كاع القوائم وان شاء الله تحمرونا وجوهنا وراني متاكد باللي راك مقدها وقد المسؤوليه وبارك الله فيك خويا. عندما نتكلم عن قرود انت عرفناك باللي شاب يفعل الخير ونعرفك باللي رياضي كذلك إيه؟ ما هي قصتك مع كره القدم اين بدات كره القدم اين تعلمتها اين بدات كره القدم في اللونجاجمون في سطاد الفوق بديت مع حي المجاهدين عند الشيخ عمر حمام والاخ الجودي مسعود ربي يبارك فيهم لعبت معاهم لعبت كادي جونيور سينيور لعبت معاهم وقيله واحد 7 سنين ولا 8 نلعب معاهم ربي يبارك فيهم ان شاء الله. اين لعبت ممكن تعطينا مقابلات درتهم هنا في الاحياء ملاح؟ ايه في الاحياء درنا مقابلات كاين شامبيونات دينا كيما شامبيونات في استاد
البرازيل يقولوا محمد ماشي استاد الواد دينا شامبيون هذا الشعب ربحناهم 2-0 زيد دينا فينال في حي سعيفي استاد طرش يقولوا له دينا فيه دورة معناتها ياسر معناتها فينالات حضرت لهم وكنت معاهم في مع فريق القلب فريق نواره يا اخي عمراوي ابو بكر الصديق راك قلت باللي راك تقرا غير في بعض التعليقات والله ماكش تشوف فينا انا ما راني نغزر راني التعليقات اقراهم من هاتف واحد اخر لانه التعليقات لا تتوقف كتعود ترجعها ما ترجعلكش في اي هاتف رانا واحدين رانا عندنا مشكل في الهاتف عاود استاذ حاب نقول لك شما تعليق مش ايجابي اطرحوا عليا علاش عادي ما عليا كاع كلسه والله نتقبلوا بكل اخ عمراوي فقط اذا كان راك تسمع فينا عاود التعليق نتاعك لانه ما خرجليش التعليق نتاعك عبد السلام محمد لو كان عندنا 10 في مسعد لكانت مسعد من احسن المدن في الجزائر تطورا ونظافه ربي يبارك فيه ربي يبارك فيه محمد عبد السلام الله يحفظك خيي وما لقيت ما نقول لك راه مولد وليد انا لقى بارك الله فيكم كنشوف وليدات بلادي يعلقوا لي هذا التعليق الايجابيه والله قا شيني جلدك يشوك والله غير تقول الحمد لله يا ربي اللي راني بن اصل ومفصل الحمد لله يا ربي ودايرين فيا ثقه والحمد لله كثر خيركم كاع ان شاء الله هشام دليوح تحياتي لكم سلامي الحار لقديس الله يحفظك هشام دليوح ربي يبارك في خير موسى احمد انا شخصيا ما نعرفوش الشيخ قرود لكن من خلال الشيخ بلال لقد تعرفنا الليله على رجل من الرجال الذين قل مثيلهم والذين يفعلون الخير وفقه الله وسدد خطاه وجعله دائما في خدمة الخير وجعله من رفقاء الرسول صلى الله عليه وسلم وسبيلا لك بمثل ذلك إن شاء الله لكامل شرف لكامل شرف أني تعرفت عليك عن طريق الأستاذ بلال النمس بوند مرحبا به الأستاذ الطيب أحمد غويني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب مسعد كلهم ما شاء الله بلغوا سلامي يليق بك اسم عبد القدوس بدل قديس ان شاء الله ان شاء الله راني عبد القدوس اكيد ربي يبارك فيك ان شاء الله نوضح لك امور كاين اللي قال لي على سميت قرود قديزه قرود قديس وليد خديجه انا نوضح لك واحد الامر بالك ماكش عارفين الشيخ تاعنا الله يرحمه اسمه قرود العلاء خويا خاوتي زوز قار واحد اسمه دقمان قرود وليد العلاء واحد اسمه ناجي قرود وليد العلاء دايرين فيسبوك انا واش قلت لهم انتم سميتوا على بوي قعدتنا العزوج قعدتنا عين واحده انا نسمي عليها قرود قديس وليد خديجه لا امي هذا هذه باه تفهموها برك امي يحفظها ضبع عبد الرزاق صدام بالناجي راه ما كبرها الناجي زرد هذا صاحبي ولونا نطيحوا عليه ان شاء الله عبد الرزاق ما تحرش ابراهيم بونوا قرود ربي يوفقك ان شاء الله محمد بديرينا سلامي للقائد بلال وضيفه الكريم ضبع عبد الرزاق صدام بن ناجي راه ما كبرناش الزردة ان شاء الله يكبرها في الايام المقبلة ان شاء الله محمد علي الله يبارك خويا العزيز ربي يحفظونا ان شاء الله عيساوي بلال مال نهار الخميس باذن الله نعرض روحي ونجي واحد راه متوحش اللمة وتقزقيز هرمقل قولوا الهرمقل وتقزقيز طرف نتاع قسرة أهلا وسهلا مرحبا بك والله قاع العين والراس تميم نجيب وجيه مبادر للخير ربي يبارك فيه إن شاء الله عمراوي بارك الله فيك عمراوي لأنك تفهمت مشكلنا أين قل له يا قرود ربي يحفظك على كل مجهودات وهذه فرصة لو كان ترشحت في حقيقة الأمر واش نقول لك والو القادم أفضل إن شاء الله والله بربي أنا متفائل في هذا المجلس القادم إن شاء الله تكون ثلة من خيرة أبناء مسعد يقودون السفينة ويردونا للطريق خطرش مسعد الماضي كنا بدو نجبدو فيها مع قدوة لبغداد حنا نحكم باه نجبدو العلماء نجبدو المجاهدين نجبدو الشهداء نجبدو الشبيبة نتاعها نجبدو الإطارات تاعها اللي راهم عندنا خارجي مدارس عليا عندنا خارجي احسن تكوينات على مستوى الولايه على مستوى الوطن عندنا طاقه شبانيه وان شاء الله ان شاء الله يلقاو القيد
الجيد يعود زين إن شاء الله في المستقبل القريب. إذن هشام داشر وليس هشام دليوح، هشام داشر معذرة المرة الثانية نقط في اسمك، لأنه دي آ تتقرأ ممكن دليوح ممكن داشر، معناها احتمالات كل. بارك الله فيك، ربي يحفظك إن شاء الله. ياسين دونال قديم قرود عبد جنة، الله يبارك فيه إن شاء الله. ناجي بالخير الأخ ديس مجاهد كبير، ربي ينصره ويحفظه إن شاء الله. الله يحفظك إن شاء الله، بارك الله فيكم خوتي. النمس بوند المسعود والشيخ بلال تصبحون بخير، ما تنسوش يوم الخميس بإذن الله تعالى إن شاء الله. راي عود خدام هذا اللي قلت فونا على خير، أنا عارف ربي يعاونك حبيبي. أمين. إيليلو إيليلو ربي يحفظه ويكثر من أمثاله إن شاء الله يا ربي. خالد خالد ما نعرفكش صحيبي، وحبيت نشكرك شخصيا وما جاتنيش الفرصة، شفت النقد ديالك من الناس اللي ما يحبوش يخدم ويدير الخير، حبوها في الخفاء، وهذه ناس لا ما تبنيش تلقى العكس. واصل صديقي هاك وما ديرش على النقد، ربي يحفظك إن شاء الله. الله يحفظك خالد، الله يلقاك. نشوف واحد كيما هذا يوجهني ويحفزني، نقول مازال الدنيا بخير، مازالت الدنيا بخير، والخير سرا وعلانيا باختصار. الجيزي مراد قال لك قويسة مضيف الله، ربي يحفظك، قال لك تهليت فينا من كنا ضياف في مسعد وكثر خيرك. اوه لا مزيه في الحملات، واجبنا هذه راه واجبه. بالعكس اي واحد من اي بلديه ولا من اي ولايه جاي لمسعد مرحبا به، مرحبا به. حنا راه مسعد راه بوابه كاع مفتوح، ومرحبا به واهلا وسهلا في اي وقت. جيف جي بشير، والله خساره كبيره لو ترشحت في قائمه واحده شيخ بلال وقديم، نظن مسعد يتبدل حالها. نشكرك على هذا الاطراء. نحن لسنا لأهلي، لا مسعد اكبر منا بكثير، مسعد اكبر منا بكثير وكثير جدا. سلامي امين ميمون، سلامي الاخ قرود قديس وليد خديش، الله يحفظك، ربي يبارك فيك ان شاء الله خير. عمراوي ربي يحفظك سي بلال، السماح السماح دنيا واخره اخي عمراوي، لانه دائما راه عندنا مشكل في قراءه التعاليق والاسئله، لانه يتسارع التعاليق تتسارع، وما نقدروش كي نرجعوا ما يرجعهاش الهاتف. انا اللي نستنى يا استاذ، راك مازال معك ما قلتليش تعليق سلبي والله. انا نستنى. فارس لطفي تحياتنا شيخ بلال، بارك الله فيك على تسلط الضوء على خيره الشباب، الله يحفظك اجمع ان شاء الله. عباس صالحي الرجل الزين، ربي يحفظكم كاع ان شاء الله. جنيدي منير احكي لنا واش كاين الخميس باش نجي انا ثاني. ايه الخميس حنا شبيبة توا انا رايحين، عندنا خرجه ديما نديروها بالجبه ديما كاع من كثره انها زينه. الخرجه البر 10 ايام ما نفوتوهاش، واش رايك 10 ايام والله ما نفوتو، كل 10 ايام رانا خارجين، وجونا في ال 10 ايام جينا جمره ثلاثه نخرجوا زينه، لاخطرش اللمه طيبه جد زينه. بصح فين علاه نتلاقاو نحكوا على المواضيع تاعنا، وشني نفرحوا بعضنا، نحكوا حتى على قصص الانبياء قصص الصحابه، ونديروا لمه تاع قعده تاع نار مجموره، ونشوفوا فيها اللحم، ونشوفوا اللي كتبها ربي. والله قاك ان شاء الله، والله العظيم قاك نعودوا قاعدين في البحر ولا البر في الصيف ولا العرقوب، يا ودي واحد القعدات الله يدومها ان شاء الله. عندما نتكلم عن قرود قديس كطفل، هل اصطدت العصافير بك؟ لعال اصطدت؟ كيفاش فاش كنت انا وحمد ما نكذبش عليه، مع قراني دركي صراحه حمدي وانا قال عند تربوليت ما نكذبش عليكم، تربوليت كنا نعطوا جهه الشوشه اللي كانت قافي شفيتنا حنا، راه كانت شوشه كانت الله يبارك، كنت فيها الحظ راه كانت فيها كل خير. ساقي انا على شفيتي كانت ساقيه تمشي، كانت فيها كل خير. كان لك عارف الوآله ولا تلقى وعلى اللي وعلى القاليه اللي راهم يتباعوا ب 450 تلقى الشوش، كانت واحد الانواع نادره تاع وعلى. كنا نصادو بهم بتربوليت كنا نشتروا الحمام ثاني، نشتروا الحمام من صوب ثلاثه بكري. باش كنتوا تصادوا انتم كاطفال باش تصادوا الوسائل اللي تصادوا بها العصافير ذاك الوقت؟ بالتربوليت والله بالكولا، نديروا كولا في السجده ونتكاو تحت بعد شويه ونتكاو على الظل الصيف، والله حقا في الصيف لانه عالي يجي للظل يلقاها ويلقى فيها حبات قمح، نهار اللي ياكل قمح يلزق في يلزق في السكوتش. درتو الكفويسه ولا ما درتوهاش؟ الكفويسه ما درتهاش ما درتهاش.
كنا بس انا بكري نروحوا نعوم يا صراحه. عمراوي ابو بكر الصديق ما تنسى ما تن ما تس ما تستناش منا تعليق سلبي يا قرود، لان الذهب ما يتلقاش من الحديد. الله يهنيك، الله يعلي شانك ان شاء الله، الله يقول لك الراي خويا. عبد المجيد تبون ربي يبارك فيك الراجل الزين، مداني قليله، تحيه طيبه اخي بلال، بلغ سلامي الابن قديس. هذا في بلاصه بوي ذرع من ذرع اب الاخوه محمد والحاج حفظهم الله، ربي يبارك فيهم، من اعز الاصدقاء، من اعز الاصدقاء على علي انا. الله يحفظهم ان شاء الله، الله يطول حملك ان شاء الله. وراك راك الله يبارك، راك جبت شبيبه ولاتك نعمه تربي، نعمه تربي، راهم هم اللي يفتخروا بك كونك انت اللي وصلتهم وكبرتهم ونجحت. جنيدي منير قال لك ما لا نجي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا منير. عبد السلام محمد، السلام عليكم الاستاذ بلال والاخ الديس، وجهوا لنا ناس مثل القائمه الافضل من ناحيه المستوى والكفاءه، واللي فيها ناس تخاف ربي، واجركم على الله. هذا السؤال وجيه صح، ولازمنا نحكي لكم على شويه الانتخابات. الانتخابات المحليه والولائيه راه منعرج لمدينه مسعد، ماذا بك مولدات مسعد 9 قوائم، نظن باللي كاع ما شاء الله 9 قوائم فيها واحد الشبيبه كاع نظاف وزينين، وساندوهم وخرجوا نهار الفوط وخرجوا ما تحشموش، راك قادر، صوتك يقرر مصير بلاد. ما تقولش انايا وراك ذا راه اللي يجي يكذب وقال اللي يجي يكذا، الا تمينا في ديك القوقعه السلبيه 5 سنين جايه راه تعقب كيما هاك. حنا نديرو سبه، لازم نديرو سبه، لازم نتفائلوا، واللي جاب ربي مرحبا بها. ونظن باللي كي دير سبه استغفر ربي وتوقف. انا رحت الامام ذهبت لي في لازم ورحت الامام شطيته، قلت له يا استاذ وكذا راه 9 قوائم زينه قاعد بالي زينه وكذا، قال لي يا ودي شوف قلبك وضميرك وراه مريح. قلت له القائمه الفلانيه، قال لي مالا زيد تماعن وشوف في قرضك وزيد سقسي امور وراك تشوف. لا نهار اللي سقسيت امور لقيت قائمه لاباس بها، راني مساندهم وماهيش نقلل من القوائم الاخرين، العكس والله يقع كاع، راني قلتها لكم قبيله قلب، راك كون جا الاختيار مش في قائمه واحده، قال تهز القوائم كاع وتكوشي اللي تحبها، والله نكوشي كل قائمه نعطي لها واحد ولا زوج منهم، بصح الله قلب راه قائمه واحده. اعذرونا وارجو منكم التفاهم، ومسعد راه يبنيها الجميع. نقول لك مسعد راه لمد كاع العروش، والله قراها لمد كاع العروش، راه من كل بستان زهره تجبد منا ولا طعبه ما شاء الله، تروح منا الاولاد من الاخوه الله يبارك، تروح من هي الاولاد العور صلاه النبي، تروح ولاد هي بن سالم الله يبارك، الجلد الفلاني يقولوا لهم الله يبارك، ربي يحفظهم ان شاء الله، تروح للقصور الله يبارك، معناتها راه جامدتنا كاع كخيوه. وان شاء الله ان شاء الله نطبقوا الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال لك لا تجتمع امتي الا بخير، ان شاء الله نطبقوه في هذه المحليات 27 نوفمبر. خوتي على بالي باللي مشاكل بالجمله، على بالي باللي كاع قلوبنا خارجه، على بالي باللي بياسر نقاس، بصح والله يقع في كل الظلمات يوجد فسحة عمل، هذيك الامل استغلوه. انا نوريكم انا العيب قرود قديس كناشط جمعوي، العيب اللي قلت لك مشي مع الفلان والله وفلان ما تمشيش معاه والله نعيب فلان والو، هذاك تعرفني مانيش نزيه. انا عندكم 9 قوائم كاع وليداتكم وكاع من ابناء مسعد، الحمد لله ربي نعمنا بنعمه العقل، فكر في قرضك واستخير ربي، وصوتك راه امانه، مدوا الواحد حاسو يخدم، مدوا الواحد كاريزما، مدوا الواحد كيما نقولوا قادر يخرج خارج مسعد ويجيب، والمثل تاع مرحبا باللي جا وجاب معاه، ذاك رانا نحتاجوه خاوتي. ماذا بيا في الصفحات الفيسبوكيه التجريح راه ما كاينش منه، ما نربحوا عليه ببعضنا ما والو، حقا الحمد لله كل واحد نهار الفطره امام ربي، في صندوق بينه وبين ربي، احسنوا الاختيار. هاد الخمس سنين شاتين قرض نرجعوها قال سك شاتين، كون نشدوا قال فولا ونمشوها بالساسيه الدنيا وما فيها، راها مسعد راها تحتضر، مسعد راها عانات من جميع المجالات، من جميع التنميه الثقافه الرياضه، نبدا نهضر لك ما تقلقش، راه أيو اختصاص تمسو خلاص تلقاه ليه لا محمد رسول الله. يا وليدات مسعد من هذا المنبر نقول لك احسنوا الاختيار، 27 نوفمبر فرصه ذهبيه، راها فرصه لا تعوض، ماذا بكم هذه الخمس سنين نعرفوا واش نختاروا، واللي عطاه صندوق بصحته ووقفوا معاه، مش غير بعد طحوا ليه ولا وقفوا معاه وساندوه حتى
نرجعوا للسكه وبركه الله. بوشندوقه شنده الله يبارك عليكم. بن العربي راجل زين. ياسين دونال، ماذا يعني لك حي دمن؟ يعني لي اصدقاء طيبين، حضاره، اصدقاء طيبين. وين فيهم؟ يونس عباس، محمد الداجي، زين بواح، محمد بواح، محمد سعيدي فريطيس، الى اخره. يا ودي الله يبارك. كي تروح ليهم، كي تروح ليهم، انا كنت تروح ليهم نلعب كره قدم، كي نروح ليهم والله ما نوكل، والله يا حي دمد ما نوكل. يوم من كثره اننا خلاص عدنا نعزوهم، عدنا يوميا نلعبونهم، واحد الوقت عام ولا عامين يوميا نوعدوا فيهم نلعبونهم، ديما نلعبونهم. تخيل من كثره انهم واحد الناس طيبه جدا، طيبه جدا، وتكاتفوا في بعضاكم، وماذا بكم قدمكم واحد النداء حتى راه شوي خاص. الزواوله اللي عندكم تهلاو فيهم وعاونوا، راه عندكم زواوله، عندكم ارامل معوزين، المرضى كونوا يد واحده، والدنيا راها قوداع، واللي يقدر يدير حاجه زينه ماذا به ما يبقاش. الحاج محمد بالخيري، كل التحية للناس الطيبة، الحاج بلال، المنبر الذي لا منبر له، والأخ قرود الرجل المعطاء، والذي لمسنا فيه كل الخير، حفظكم الله وأمدكم بموفور الصحة والعافية. حفظك الله الحاج محمد. بلبل مسعد، تعرفوا بلبل مسعد؟ أكيد. ربي يبارك فيه، هذا الشاب الطيب، طيبتي طيبة طيبة معدنه، ولا أنصح حاليا بالترشح لأنه فعلا مسؤولا راقيا وفعالا لحد الساعة. ومسعد أصبحت تعرف بفضله وبفضل الرجال أمثاله في الأعمال الخيرية، فالترشح حاليا ممكن يحوفه على مسار آخر، والمسؤولية صعبة. نتمنى له الخير والصلاح، وأتمنى أن يوفقه في زيارة بيت الله الحرام مع الوالدة. شكرا لكم أخي بلال، وربي يجيب الخير لمسعد فيه، رجل صالح، ليبدل مسعد الى الاحسن ان شاء الله. ربي يحفظك شيخ فرحات. بو زيد الجزائري، كثر خير بو زيد الجزائري، ربي يحفظه ان شاء الله. ربي يحفظك ابو زيد. انا شيت ندير معك ماتش ابو زيد، المعلق المتميز. اي شيت ندير معك ماتش في حي طريف تقرت، هو والعقيد حرز الله وجماعه المدني شاف وجماعه كاع، اللي شيت ندير معك كاع نروحوا نديروا معهم ماتش ان شاء الله. ابو هديل الخنيش، سي قديس قرود من خيره الشباب، اعماله ومبادراته هي التي تحكم عليه. قديس كان يعزني ياسر، بصح الوقت التالي لاحظت ان نسبه العز بدات تنقص. هذه راه من تجمع، راني عارفه مجمع، راني عارفه واش تناقشني يا لي. معزه تاعك والله ثابت، والله ما تتغير على، لانك بين اصل ومعدن، والله يبارك. عجبني تعطي في واحد المواضيع ما شاء الله، راه قال لي ما يفهمهاش. انت راني عارفك حاب تلحق ميساج لوليدات مسعد، وحاب مسعد الافضل. والله قرني شفتك في 100 حاجه، وشفتك حتى واحد شغل في الخفاء، في الخفاء تعاون وتساند. نظن باللي البذره طيبه، باللي راه قلبك حي، ضميرك حي، والله يقد لك راهي خويي. امين. ورانا عاد بعضنا، انا والله قنعاونك بالدعاء، نعاونك باي حاجه. خيك راه واجد كما قلت لك، المعزه تاعك راه ثابته. هريمك صلاح، لكم الف تحيه، سلامي للشيخ قرود قديس وليد خديجه. هذني نعطي لك الله يرحمك صلاح. الله يرحم لك العزوج، والله يرحم لك الشيخ في ذيك الركده، راهم راضيين عليك ان شاء الله، وراك مولا خير. والله الله يقضي ما في بالك، والله يسهل لك امورك، يفرج عليك ان شاء الله. امين. يفتح عليك فتح العارفين. امين. سا وقزيم، ربي يبارك رجال من رجال مسعد، ربي يحفظه ان شاء الله. الله يحفظك خويا، ربي يبارك فيك، الله يقد لك الراب. مختاري معراج، من الاستاذ معراج، الله يبارك فيك. اوه استاذ عنده هذا الاستاذ معراج، ربي يبارك فيه. ملاحظ عنده واحد الفطوات نادره جدا، نادره يطلعها في كلش. ولاحظته في واحد الخطره، انا عمي الله يرحمه طيب، ما لقيتش فطوه كاع، شات صدف لقيتهم طلعوه. اقسم بالله، تخيل بكري ما توفى كان صغير، انا كنت انا صغير، مادي عليه لمحه، وهذيك اللمحه قعدت في بالي، لقيته مطلعه هو، والله قال نفس اللمحه لقيت، قلت يا ودي الحمد لله يا ربي. الله يحفظك استاذ، ربي يبارك فيك. يحفظه ان شاء الله. مازوزي معمر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيك شيخ بلال والاخ قرود. هذا اللي نقتدوا به، مازوزي معمر، هذا اللي راه حبيب الغلابه، الله يبارك، الله يحفظه. راه مسكرنا واحد الباب كبير جدا،
الله يبارك، الله يكبر بك، الله يعطيك من العطاء ربي يا اخي الكلام. العياض يا عبد الرحمن، ربي يوفقه ديما لفعل الخير ان شاء الله. العياض يا عبد الرحمن، بارك الله فيك خير، ربي يعزك ان شاء الله. الريد المسعود، ربي يحفظه من خيرة شباب مسعد. حنافي محمد، شكرا لكم من حنافي محمد، انت وفرحات وقرود، انا اللي نقدر عليه ندعمكم برويمينات سنين علوج. ها ها، ربي يوفق. الله يحفظك ان شاء الله. ملا ورينا البلاصه نجوك. الله الله. كرصه كاينه تاع فرات وعليه. ربي يحفظك ان شاء الله. قضيه تاع الله. الله يحفظك ان شاء الله. ابقى لنا في الرميمينات سنين علوج برك. الله يحفظك ان شاء الله. عندك تبدل رايك. حفظك الله ورعاك. كثر خيره. هي لي التعليق ما خرج عاد بلا خرج عادي. ضر عليه. يونس عبد الحي النايلي، انتم قدوه لنا الشباب قديس والاستاذ بلال، بكم نفتخر. يونس عبد النايلي عرفته ولا ما عرفته؟ يونس عبد الحي النايلي عرفته، لحظه العجال صاحب تاع السياره. اي الله يعاون ان شاء الله، ربي يعاون ان شاء الله. ثاني راه يا ربي يحفظه ربي يجزيه خير. لا لا قال راك تعرف العزويري نعزلك تهضر براسك. ابو هادي الخنيش يعود الينا، وقعت في الفخ تاعي، شهادتك حبيت نوثقها ونشهد عليها الحاضرين والمتتابعين. ربي يبارك فيك ويحفظك ويبعد علينا وعليكم وعلى الشيخ بلال وعلى كل الناشطين واللي يسعوا للتغيير ولاد الحرام ومرضى القلوب. الله يحفظك خي، الله يقعد لك الراي ان شاء الله. هوني قلت لك الله يفتح عليك ان شاء الله، الله ينصرك. امين امين. الاستاذ القاسم بربوره، تحياتي لكم جميعا. قديسنا خالي. خالي يوي خالي منوه راه. خالي استاذ القاسم بربوره منوه، ربي يحفظه وان شاء الله راني هو رضيت وراه ساهل. راه يعزني، راه يعزني اصلا من عارفه ما يتنواش مني. وراه خالي ما تنوهناش. خالي وافتخ بيحفظك ان شاء الله. عندما نتكلم دائما عن الشباب، هل ممكن عندما انت تعرف الشباب جيدا اكيد، كيف ترى شباب مسعد من الداخل قبل من الخارج؟ انا نحكي لكم على المبادرات كيفاه. المبادرات شفت جل شباب فهم لي مبلي وفهم لي مش مبلي، بصح قاع يعاونوا فيا. عرفت بلي القلب حي، عرفت بلي مازال امل، عرفت بلي يودي خاص من القوات برك. هذا ماك والله يا شباب، نقال يا شباب والله قام خير شباب الوطن، اخلاق كفاءات. اغلبيتهم خارجي مدارس قرانيه، خارجي مدارس قرانيه. راك عارف كنا حنا راه في كل الحمد لله راه مازال عندنا ديك تاع في كل زقا كاين مدرسه، كاين مدرسه قرانيه. راه نعمه ترى منهم ما كانش والله ما تسع يوم من ما يبيعولك. حنا راك عارف هنا تجي تبات على كل خير والله ما تقيس. روح فرش في الزقا ورقود الى قربك واحد ولا مسك واحد، تدي راه نعمه نحسب عليها. يا ربي دومها، يا ربي احفظنا بلادنا ان شاء الله. راه نعمه. عبد المجيد تبون، سي قرود حبيت نعرف عليه ما ترشحتش مع انه كاع مسعد معاك، وكنت متمني نشوفك في الصوره لانه نشوف فيك انت الشخص القادر على النهوض بمصر. الله يقراه، هذا السؤال طرح عليا 100 مره 100 مره. ترشحي مع الفقراء والمعوزين، هذا هو ترشحي. اللي رايح حابني نترشح وحابني نكون رئيس بلديه مسعد في الزواور ولا رامل، يعاونني انا. هذه نقول لك عاونني وان شاء الله نخدموا خدمه اللي ما يخدموهاش بالك المسؤولين اكيد، وان شاء الله رانا قدها. وراكم شفتوا الاعمال تاعنا، اعمالنا فوق الطابله، اعمالنا من بالقليل نصنع الكثير، بحوايج قليله قدرنا نبرهنوا ونثبتوا باللي من اراد استطاع. من اراد استطاع، انا ذو شعاري من اراد استطاع، اي واحد حاب حاجه يقدر عليه. يونس عبد الحي، ربي يحفظكم ان شاء الله. النووي محمد مزين وعبد حبيب مسعد، ربي يوفقه ان شاء الله. محمد راه من الشباب مترشح، راه من الشباب مترشح. النووي محمد تاع بيرو مدافع عفوا. الله يبارك، شاب ثاني زين ونظيف ويستاهل سند، وربي يوفقه ان شاء الله. ان شاء الله. سويح المختار، الاخ قديس من خيرة شباب مسعد، ربي يحفظه ان شاء الله. سويح المختار راه تربى عند الشيخ هو ومبروك المبروك مسمي على العزوج تاعنا خديجه، خويا مبروك والبشير وعلي عبد الله، هذو راهم كانوا جيراننا في قبر صاحبي بيناتنا قال حي. قديس قبل الزواج وقديس بعد الزواج، هل تغير شيء؟ اكيد
بعد زواج الله يبارك، بعد زواج ارتبت شويه، كي نقول لك ارتبت شي ما عنديش شروق انا ملي زوجت، بصح فقت واحد الحوايج مسؤوليه، المسؤوليه والحلال. نعاود لك يا ترى الحلال زرقاء كلمت يا جماعه اللي قادر من شبيبه ولاقي لاقي كيما نقولوا لاقي بنت الفاميليا حتى وراها مسعد جلها بنات فاميليا ما يكذب عليك حتى واحد، بناتنا راهم راهم والله قاي يتدربوا على العدو ويتدربوا على العدو راهم يدلوا الحلال والصح، تزوجوا وتكلوا على ربي وراه ربي راه يجيبها لك برزقه والله قاي يجيبها لك برزقه. عبد المجيد تبون ربي يبارك وربي يعاونك ان شاء الله. عندما نتكلم عن المجلس القادم ان شاء الله بعد انتخابات 27 نوفمبر 2021، ما هي المواصفات اللي تشوف فيها في المسؤول القادم للبلدية؟ ما هي أهم المواصفات؟ أول حاجة نبدأ لكم بها الطول، الخوف من ربي سبحانه، هذه أول حاجة، خطرش لي ما يخافش ربي ما ننتظرش منه أنه يقدم. ثاني حاجة نوجه لهم رسالة، هذو تسع قوائم وإن شاء الله راهم كي يقعدوا مش يتفرجوا فينا قاعد يعودوا أكل كل قائمة تفرج منها واحد، نوجه لكم رسالة لي يعقب من كمير، احنا شبيبه رانا ناشطين ورانا رانا رانا شمعه في وسط الظلمه، ماذا بكم تزيدوا تكبروها وتزيدوا تشعلوها وان شاء الله الظلمه دي قاع تروح ونعاونوا بعضنا ونعاونوكم، رانا مستعدين نعاونكم، مستعدين اي قائمه تعقب نعاونوها في جميع المجالات، وان شاء الله تصدوا لينا وتصدوا لهذ الناس وتصدوا المسعد وتصدوا لوليداتها كامله، رانا نعانوا راه شكوى ربي سبحانه، ولكن ماذا بيا ميساجي الحكم وديروا بعين الاعتبار. هل بعد انتخابات نوفمبر 27 نوفمبر 2021 ستكون مع الشباب اللي في المجلس اذا اخطاوا تصوبونا؟ اكيد هذه، وانا متفائل يا استاذ والله متفائل، انا متفائل يا ودي، الشبيبه قاعد ترشحت زين، قاموا راهم درك راه تعكست، راه ما قاموا علينا الحجه هذو المترشحين والله ما نزلت، راه ما قاموا علينا الحجه، قال لك ماكش دوروا على الكبار رانا قدمنا لكم الشبيبه، قال لك ماكش دوروا على اصحاب المال الفاسد راه ما دميتين نحت ما نحت، حتى وكان اللي كاين اللي ميستاهلش نحتو بصح على قلب، كي قال لكم اللي دوروا عليه درنا لك، معناتها دركي يا نداء الى الشعب، يا شعب راه مقدموا لكم وراو لكم وداروا لكم الحجه، بقات عليكم انتم الكره راه في الملعب تاعكم، حبيتوا توقفوا على مسعد وتختارونا الرجاله الفحوله اللي يخافوا ربي ويكونوا كاريزما ويكونوا قدها وما يخافوش ومش ما يخافوش من المكوه اللي راها المكوه اللي راها ديما في الوجه وتفزد، ما يخافوش منها وما يخافوش من اصحاب من اصحاب المال وما يخافوش من المسؤولين تاع الولايه اللي يتقدم لنا المسعد ويروح للولايه ويخلع من دركي نقول له قعد ان شاء الله ما تروحش كاع، حنايا اللي ضارتنا اللي ضارتنا حنا ما نقولوش الجلفه راه فيها احبابنا واصحابنا، حنا ضارينا الريوس الكبار يا خويا، تارك انت يا المير نعطيك زومبل، يا المير راه لايف، يا المير راه عندك صلاحيات وعندك ضبطيه قضائيه، راه عندك واحد الصلاحيات راك تمثل امير المؤمنين منتخب من طرف الشعب، انت مش موظف والله كاش اي ابسط عامل يخلعك، لازم تكون صارم ولازم تكون عدل في المساواة ما بين وليدات مسعد، ما تقول لي لا من عرش فلاني لا عطاني صوتي لا ما عطاني صوتي، الراجل اللي فحلو بن بيت واللي 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 عنده كرامة راه اللي يجي يفرح به واللي يجي يفتح له قلبه واللي يجي ينصره، انا ما قلتلكش عطيناهم كاع الواجب ولا عطيناهم كاع خدايم ولا رد لي مسعد جنة، بصح يا ودي من العشرة هنينا من ستة ورا سبعة، 10 حوايج هنينا من ستة ورا سبعة، وماذا بيا ماذا بيا ما نهضروش على الصلاحة والماء، نهضروا على حوايج أكبر منهم، لخاطر الصلاحة والماء لازم المير هذا الجاي في بداية المرحلة يفصل فيهم، يفصل مع يفصلنا فيهم خلاص نحوهم من ريوسنا، لازم نطوا للتنمية والأمور زينة، نطوا لهذوك الأمور، راه كاين ياسر أمور لازم نطوا ليه. ممكن تراك تعرف مسعد رغم بصفتك أنك مشيت في الأحياء أكيد وتعرف وين الايتام وين الارامل وين الزوالية وين ممكن اهم راه عندي ريجيستر موثق ممكن اهم ممكن اهم الحوايج اللي تنصح بهم المجلس يبدا بهم، اهم حوايج يبدا بهم المجلس اكيد
على بالي بلي ما تقدروش، على بالي بلي جو نسعد فيها الزواولا، في كل دار في كل حي تلقى فيها 20 30 زوالي، وعلى بالي هذه كاع راني حاسن عنكم، ولكن ماذا بيا تحصوهم زين، وماذا بيا الحاجه اللي تجي تسهم. راك قادر كون تجيك حاجه مثلا، كون تجيك مليون ما نعطيهاش لواحد فيهم، نعطيها لزوج. يعني هنا نكون ضربت عصفورين بحجر واحد. لازم تعودوا تخطوا، لازم تعودوا كيما نقولوا تقدم خطوه توخر خطوتين. لازم هذا الزواليه والارامل واللي ما عندهمش واللي كذا واللي، وماذا بيا تعودوا ثاني، تعودوا فاضلين على المجتمع على الشعب. ما نعودش تليفون اما تعاودي خا ما ديرش تليفون وما عيطلكش تليفون. بصح كي تكون فاضل لي في الشارع وتكون تعاين وتمشي وفاضل على الناس، والله والله ما والله ما تتلقى ضغوطات، والله قد تكون صريح وتمشي، وصراحتك هي صراحتك هي اللي تنجيك. اما تكون مدرب تليفونك وتعقب بقى في السكوده وجهده وماكش اللي يشوفك، والله قراك ركبت ظلم على روحك. رانا شناهم حتى ما حقيش ندير ذي المداخله. تمنيت انا، ما انا هذا رئيس دايره ما نعرفوش، تمنيت منه زياره ميدانيه لاحد الاحياء، والله زياره ميدانيه للسوق للكش، روح دير زياره ميدانيه الفرع برك الفرع، ما تلقاش اوراقه. سبحان الله احنا عندنا وليداتنا صغار في الابتدائيه راه في شهر ونص، في شهر ونص راهو اللي راه ما باش يسني لوليداتنا اللي راهم شادين الفرنيسور تاع المطاعم، ما كاين لا ستيلو لا ماكله لا حيه لا والو. يا رئيس دايره ماذا بينا، ماذا بينا مستحقاتهم سنيها لهم وخليهم يفتحوا، راه شهر ونص ولا شهرين راه راحت، وليداتنا ما مستفيدين وحنا ما مستفيدين ما والو، راه مش لهذ الدرجه، ماهيش لهذ الدرجه. وماذا بيا تاخذوا للامور هذه بعين الاعتبار. لماذا تنصح المواطن؟ مواطن هذا ننصح المواطن ونبدا بيا، كون ايجابي برك، اتل كون ايجابي، تفكيرك في راسك كون تكون ايجابي وقلبك يكون حي وناوي انك يا ودي تشوف غد مشرق، والله قرب يدير طريقك. بصح اذا كنت ميتو قادمة طالبان كسروه قال لي ترشح نبدا نسبو فين شت، والله حامله شرسه على ظلم ترشحين على حق راه وليدات، حق راه خوي وخوك وبن عمي وبن عمك وجاري وجار راه عمله. وش من الفائده كي دير فيسبوك وهمي وتجبد عيب تاع واحد ولا تاخذه في واحد، شمن الفائده؟ انا ولا شمن الفائده، شمن الفائده، راه عيب. كونوا رجاله واللي غلط ما قبضوه جهده ونوروا له قلته، واللي عرفناه في المسار صح انسان دورانج حاجه عاديه جدا. مريزق المسعدي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مع اجمل التحيات. ربي يحفظك استاذ مريزق المسعدي. في الحق هو بعث لي واحد قال لي كون ترشحت، لا ما ترشحتش خساره. احمد تواتي ربي يحفظه ان شاء الله. مسعد، ماذا تعني لك الجزائر؟ الجزائر ولا مصر؟ الجزائر. الجزائر تعني لي الأم الكبرى الجزائر. ومسعد؟ صعيب هي سؤالك أستاذ، لأن مسعد تعني لي كثير، تعني كلش مسعد، مسعد كلش. هل سمعت الموسيقى أو تسمع الموسيقى؟ أكيد. ما هي نوع الموسيقى اللي يفضلها الأخ قروت؟ موسيقى الراي، نسمع الراي هذه كشبيب حتى ما نجيش نسمع فيها ياسر المطر. انا هاك جي انا في حاجه جي روحها. اكلتك المفضله؟ شخشوخ. شخشوخ انا اللي يودني ويعزني عرضني على شخشوخ. باللحم ام بالدجاج؟ باللحم. دار لي فكرت دار لي ابراهيم حمدي واحد الخطره عيط لي قال لي حبيبي اذا نودك، قلت له وي. دار لي واحد شخشوخه راه بنتها دركي في فمي، والله واحد شخشوخه باللحم جدي وما تشوف. ربي يحفظه ان شاء الله. لمن تهدي تحياتك؟ نهدي تحياتي اكيد لخديجه هي الاولى، وهذا بياتي وخاوتي الكبار اللي راهم حاضرين معايا، انتم زوج فرحات وشيخ بلال وليدات مسعد كاملين من دمد الحني كاملين. لو منحت لك فرصة زيارة دولة، من تختار من الدول؟ فرصة زيارة دولة فلسطين. ها؟ فلسطين. اي صعيبة شوي على الأقل، لأنه يعني الإجراءات القانونية تمنع من أخ قرود. أولا نشكرك على حسن الاستقبال. الله يعزك إن شاء الله أستاذ، والحديث معك يطول لأنه الحديث طويل وطويل جدا، يمكن له أن يتكرر إن شاء الله في الأيام المقبلة إن شاء الله. إن شاء الله لدينا عمل خيري
كبير وكبير جدا في الأيام المقبلة، قد إن شاء الله. أخبرتك إيه؟ إن شاء الله أن نبدأه في الأيام المقبلة إن شاء القليلة الله. بإذن الله تعالى. إن شاء الله. نتمنى لهذه المدينة أن يقيد لها الله سبحانه وتعالى رجال أمين. مخلصين أمين. أوفياء يبنوا هذه المدينة ويرجعوا لها على الأقل ابتسامة لوجهها. كاتب عمومي غزال علي، ماذا يعني لك كاتب عمومي غزال علي؟ من أحسن الأصدقاء، ربي يحفظه إن شاء الله. كعرف هذا كان من حماة الوطن، كمل وقيل 19 عام وخرج، كي خرج ما قعدش، لقيت فيه قال لي شتي نعمر بلادي، قلت له شني الاختصاص؟ قال لي حافل علم المعتمد، كاتب عمومي. كاتب عمومي وحلو وراها مسح كاع، الله يبارك، راه داير صفحه في فيسبوك العقار العقارات تاع البلاد، يوريك يوريك. كنت عاد ماكش عارف دير نفع تشري قاعه ولا تشري لوج ولا عوش ولا وثيقه ماكش فاهمها، هو يكون لك سبه يوريها لك. ودير في الفيسبوك العالم الازرق راه في ايجابيات ياسر، هو راه من الايجابيات ومن شبيبة المتفائلة تاع بزاف. اذا لازم نزوروه هذا ان شاء الله. ان شاء الله نزوروه ان شاء الله. هاو ضحك، ابتسم ابتسم او ضحك، لا ادري، الله يدوم ان شاء الله. هي في الفيسبوك هي ابتسم وفي الواقع عود ضحك، الله يدوم ان شاء الله. اذا اخ قرود نتمنى لك ان شاء الله الصحه والعافيه ان شاء الله. نتمنى ربي سبحانه وتعالى يحفظ لك الوالده، امين يا رب، ان شاء الله يوفقك اللهم باش تديها الى بيت الله الحرام ان شاء الله، وتزور الكعبه المشرفه وتزور قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، امين يا رب العالمين. وربي يرزقك الذريه الصالحه ان شاء الله، وربي يوفقك في الايام المقبله ان شاء الله وما تبقى منها باذن الله تعالى ان شاء الله. نتمنى لك كذلك ان تكون كما عهدناك عليه دائما، لا رجوع إلى الوراء، ولا نسمع للمثبطين، ولا نسمع لأولئك الذين يقبعون وراء الجدران ليتكلموا ويتكلموا فقط. كلمة أخيرة، كلمة أخيرة نختصر لك كل المترشحين، خطر أشرح مصير أمة، ولازم نكون سبا إن شاء الله يا ربي، ومحضر خير يا ربي، كانك راضي عليا ان شاء الله. هذا القوائم ان شاء الله ينجحوا ويديرونا مجد الزين، وماناش نحوسوا على انسداد، الله يحفظك الله يحفظك، ماناش نحوسوا على انسداد، نحوسوكم تخدموا وتكلوا على ربي وديروا بصمه، ديروا بصمه كيما دارتها الرجاله، ما نتحوش نتحصروا على الحطام وعلى الامور اللي صارت من قبل، ولكن كي تذهبنا وتسكرنا نتفكروا بياتنا ونتفكروا الرجاله تاع البلاد اللي ضحاوا واللي خلاو بصمه. كون جبت لكم مجاهد من المجاهدين، راه من المجاهدين راه كاين اللي حصره، راه من قرن ولا اكثر، بصح مازال التاريخ يجدو بالزينه، نعاوسكم تقعدوا التاريخ يجبدكم بالزينه، ومسعد راه اكبر من اي واحد واكبر من اي مسؤول واكبر من اي واحد، ولكن قادرين نكونوا قد المسؤوليه ونساهموا كاع مع بعضنا من اجل مسعد جميل. إذن من خلال الأخ قرود نتمنى أن 9 قوائم 324 مترشح يتم اختيار 33 في المجلس الشعبي البلدي، يكونون في مستوى تطلعات أهل مسعد ومدينة مسعد، مدينة الحالمة، ولاية مسعد المنتدبة، والتي نتمنى أن يعلن عنها كولاية المنتدبة في بداية مطلع سنة 2022 في مطلع هذه السنة.